السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من شركة فورسيزون للاستيراد. بنقدم لكم دلوقتي ولا أول مرة سامسونج جالاكسي تاب 10.1. زي ما احنا شايفين العلبة مع بعض زي الأصل بالظبط. دي شهادة ضمان سند تعيب الصناعة من الشركة عندنا. ده التاب زي ما احنا شايفين معانا، ده شكله طبعا في فلاش سامسونج. نفتح تابلت مع بعضنا سامسونج اتش دي جالاكسي ام 9106. نفتح سامسونج زي ما عودناكم. حاليا التابلت ده فيرست هاي كوبي، اعلى درجة للتابلت نزلت لغاية دلوقتي على مستوى العالم. التاب زي ما احنا شايفين باتنين شريحة، طبعا التابلت ده 3G، ممكن يشغل شريحة انترنت من شريحة الموبايل او داتا بتاعت اليو اس بي. دي الشريحة الأولى، والشريحة الثانية كارت ميموري لغاية 32 جيجا. التابلت ده يعتبر أعلى تابلت في الهاردوير، لأن البروسيسور بتاعه كواد كور 1.5، والرام بتاعته 2 جيجا. ممكن نشوف الهاردوير بتاع التابلت مع بعض على برنامج السي بي يو زد، وده محمل قبل كده. بروسيسور زي ما احنا شايفين 1.5، هو حاليا دلوقتي شغال على 598 ميجا هرتز. الكورز زي ما احنا شايفين رباعي النواة. ممكن نشوف الرامات مع بعض. التوتال رام 1945 اللي هي تقريبا 2 جيجا. هنا زي ما احنا شايفين البروسيسور سامسونج كواد كور. ده بالنسبة لبرنامج سي بي يو زد عشان نعرف الهاردوير بتاع الموبايل. ممكن نجربه حاليا دلوقتي. بالنسبة للألعاب زي ما احنا شايفين صورة الجهاز. ده بالنسبة للطقس. ريزوليوشن عالي جدا. ده بالنسبة للاتصال. زي ما احنا شايفين سرعته في الاتصال عليها. هنا الاوبشن الموجودة، البرامج الموجودة على التابلت. في طبعا بلاي ستور، بنقدر نحمل كل الابليكيشن من الماركت. اي ابلكيشن عايزين نحملها من بلاي ستور زي ما احنا شايفين مع بعض وفري. نيجي نجرب سرعته بالنسبة للألعاب. في لعبة حلوة جدا نازلة مع تابلت، دي لعبة قتال. اللعبة دي يابانية، طبعا زي ما احنا عارفين اليابانيين مشهورين بتكنيك القتال. Thank you.
كده وصلت ليفل تاني اعلى. زي ما احنا شايفين الريزوليوشن بتاع اللعبة والصورة اللعبة عالية جدا، مفيش اي تهنيج مع العلم ان اللعبة مساحتها كبيرة ومحتاجة بروسيسور عالي. طبعا زي ما احنا عارفين بروسيسور كوركل مش هتفرق مع اللعبة دي. بالنسبة لألعاب القتال نجرب لعبة تانية فيزوس زي سبوي، طبعا هتشتغل عادي، دي لعبة ضعيفة. سرعة الداونلودنج زي ما احنا شايفين عالية. وميزة التابلت ده أول تابلت يكون مكتوب عليه سامسونج هاي كوبي. معلش شاطرين، أول مرة ألعب اللعبة دي. زي ما احنا شايفين صورة اللعبة عالية بس ملهاش أي لازمة. في ألعاب دلوقتي أعلى من الصابوي بمراحل. طبعا في الوي شات، الفايبر، الواتساب، جميع برامج الشات والفيسبوك وتويتر، كل البرامج طبعا بسيطة جدا بالنسبة للإمكانيات بتاعة التاب. نيجي ندخل في الهاردوير بتاع التابلت، عندنا هنا إدارة البطاقة، ممكن نشغل الشريحة الأولى والتانية الاتنين مع بعض، واي فاي، بلوتوث، طبعا داتا كونكشن، استخدام بيانات، الملفات الصوتية، الشاشة، تخزين، بيشيل كارت مام لغاية 32، البطارية عندنا 4800 ملي أمبير. تطبيقات طبعا في تقدر تضيف أخطر من حساب لجوجل، ودي ميزة مش موجودة في أنواع من التابلت كتير جدا. زي ما احنا شايفين سي بي يو انفورميشن كواد كور والاندرويد فيرجن جيلي بين. بكده اكون عرضت معاكم اغلب امكانيات التابلت. ونيجي في ميزة بسيطة برضو موجودة في التابلت اللي هي جي بي اس، دي اوريدي كلنا بنحتاجها. زي ما احنا شايفين جايب لي الاماكن على مستوى القاهرة، ده مقرنا سي. احنا موجودين في المحلية 12 مدينة العبور زي ما احنا شايفين، محور السادات، مركز اسلامي بمدينة العبور. طبعا هنا بنقدر نكتب اسم المكان اللي احنا عايزين نروحه، هو بيقول لنا الستريت بتاعنا نمشي ازاي. نيجي اخر حاجة نشوف في الكاميرا، زي ما احنا شايفين طبعا الكاميرا بتكون قليلة شوية عشان من كاميرا لكاميرا. طبعا في كوبون حضرتك بتحصل عليه اللي هو 8% تخفيض عند شرائك اي منتج اخر من منتجات الشركة عندنا. واتمنى اكون وضحت بعض مواصفات التابلت، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك فور سيزون للاستيراد لرؤية اخر الاسعار واخر احدث المنتجات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.